هل تصورت يوماً بأن الحي الذي ستسكن فيه هو الحي الذي بنيت كل لبنة فيه بجهد أبنائه؟ قبل 5 أشهر وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، انطلقت المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم حي سمايا بتنظيم من لجنة التطوع الإسكاني التابعة للإسكان التنموي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالشراكة مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، بهدف تصميم حي سكني نموذجي يحقق الاستدامة وجودة الحياة. واليوم تزهر الحكاية، ومن سماء واحدة تشرق سمايا بمشاركة 158 يداً بارعة وما يقارب 60 متطوعاً ومتطوعة، قدموا بتفانيهم 2724 ساعة تطوعية ليشرق الإنجاز من صنع أمة تخطت من سمايا حدود الخيال وبرعت بعقولها للأجيال وصنعت لبنة تعانق الآمال. أهلاً بكم في الحي المستدام النابض بجودة الحياة المتجذر من هوية المنطقة الشرقية. أهلاً بكم في حي سمايا النموذجي.